سلوى المصيري اللي واضحه طبعا موجوده معانا على الشاشه دلوقتي، بنرحب بيها بالتاكيد. وكانت بتطالب كمان باصدار قانون جديد يسمح للكويتيات، يعني ان هم، انا عايزه اتاكد برضو من الكلام ده، ان هم يشتروا ازواج ويكون شكلهم حلو من دول اسلاميه، ده يعني لمنع الزنا والخيانه وتحسين السلاله. استاذه سلوى اهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا ومرحبا. بجد يا استاذه سلوى الكلام ده ولا اهلا وسهلا استاذه سلوى الكلام ده بجد ولا اسيء فهم دعوه حضرتك او تم تحريفها ولا ايه؟ لا صحيح الدعوة، لأني أنا يعني مؤمنة إيمان تام أن القرآن الكريم لكل زمان ولكل مكان، فيعني ذكر الجواري والعبيد ذكر أكثر من فقرة في القرآن. فيعني حسب ما أنا يعني تدريني أنا أشتغل استشارات اجتماعية ووفق راسين بالحلال، فطلعت على مشاكل الأسر الكويتية فوجدت ان الخيانات بكثره، يعني لحمايتهم وتقليل من الامراض فكرت بان لو يرجع عصر الجواري بطريقه يعني مقننه بقانون صحيح ان شاء الله يكون نجد حل. وهل السيدات والزوجات في الكويت يا استاذه سلوى هيرحبوا بفكره الجواري ان يبقى زوجها يروح مكتب ويشتري جاريه واثنين، يعني ازاي؟ الإنسانة المؤمنة يعني ترضى بشرع الله بما يطلب منها دينها، ف يعني أنا برأيي هذا هو الحل الصحيح يعني لتقليل الخيانات والأمراض المنتشرة يعني مو بس بالكويت، في العالم يعني هذا الشيء مشكلة. طيب غير الجواري موضوع إصدار قانون حضرتك بتطالبي بيه يتيح للمواطنة الكويتية إنها تروح تشتري زوج أو تستقدم زوج من أوروبا أو دول البلقان ويكون ليه مواصفات خاصة، يعني فاهميني الموضوع ده؟ يعني أنت شايفة، أنا بنظري نعم، إن شهادة الوحدة هي كرامتها، شهادتها هي كرامتها. فإذا كانت عندها شهادة ويعني فاتحة بيت وماديتها حلوة، ليش ما تعف نفسها بأنها تساعد رجل يكون يعني من بلاد اللي فيها جاليات مسلمة، تساعد الدخول للبلاد وهي يعني تساعد بفتح البيت الزوجية. بس تحس انها يعني شارية جوزها بفلوسها؟ لا مساعدة، ليش نحن ليش دائما نشوه الشيء؟ ليش ما ننظر الأشياء بصورة جمالية؟ بالعكس هي قاعدة تساعده، هي تدفع فلوس مالت الفيزا عشان يجي، ويعني هي بالعكس قاعدة تساعده. أيوة. وهو قاعد يساعدها انها تكون أسرة ويساعدها على الحياة ويكرمها يعني بأنها تكون زوجة له وأم عياله. طب حضرتك هتشوفي، حضرتك شايفة ان الرجل في الكويت يرحب بهذه الدعوة؟ يعني انا مواطن وابن بلدك، يعني هنقلب الآية بقى، وانت رايحة يعني تستقدمي زوج من الخارج، وخاصة ان حضرتك قلتي وانا وقفت قوي قدام التعبير ده، قلتي زي ما بنفكر بتلطيف الجو بالسحابة الصناعية وزراعة مليون شجرة، افكر ايضا بتحسين النسل المقبل، اشارة لازواج يعني بمواصفات خاصة وشكل حلو. صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح، لأن يعني احنا عندنا كثير من الجاليات المسلمة لكن يعني جايين من دول يعني جدا جدا دول فقيرة، فلما دخلوا على البلد ما أشوف أن يعني كانت إنتاجيتهم أفضل، لكن لو يأتون من دول أوروبا هذا راح تكون يعني يحسنون البلد الأفضل. وأنا لاحظت الشيء هذا في دبي، لما أتوا إلى دبي يعني أصبحت دبي يعني علم من أعلام دول العالم، يعني دولة أصبحت يعني معروفة. طيب نتمنى للكويت هذا الشيء، مو أنا صراحة الفكرة مو بس للكويت، حتى للوطن العربي. وأنا بنظري ليش اخترت من الفئة هذه؟ لأن بعض النساء دارسات ما تتحمل أن الرجل اللي يتأمر عليها أو يعني يعني تفضل أن يكون زواجها مثل يعني الزوج مثل الصديق لها،
وانت تعلمين ان الوطن العربي يعني الرجل مفهومه دائما يكون في البيت مثل السيد، وان المراه اقل منه، فلكن الرجل الاوروبي لا، ينظر للمراه انها صديقه. فبعض النساء يعني تحب هذا الشيء، انها تكون زوجه وصديقه وتحترم لان عندها شهاده وهلها تعبوا عليها، فما ترضى الاهانه. فانا شايفه بالعكس، يعني بالعكس انا حضرتك عشان كده قلتي يعني انه بيحصل صدام مع الازواج الكويتيين وهنا بيقع الطلاق، فالافضل اللجوء ل نتكلم على المواصفات الخاصه، انه مع استقدام الزوج ده يعني انه هينفذ طلبات زوجته ويطيع اوامرها ويدللها، وبذلك تقضي معه احلى ايام حياتها بعيدا عن الصدامات والمنازعات. نعم، هذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى وهذا ما نطلب منه. عاد هو هذا اذا اخلف بند من بنود العقد يتحمل الخساره اللي هو راح يعني لو ما التزمش بالعقد يعني طبعا حزتها راح يعني اذا يعني ارادوا ان يقروا قانون راح يكون في مستشارين وراح يكون في بنود معينه. يعني استاذه سلوى، يعني معلش انا يمكن هكون بسال حضرتك سؤال شخصي وحضرتك ليكي مطلق الحريه انك تجاوبيه او لا. متزوجه حضرتك يا استاذه سلوى؟ والله انا سبقا تزوجت طب تمام. طب استاذه سلوى يعني قولي لي يعني المره الجايه بقى او الزيجه القادمه ان شاء الله هتكون بالفكره اللي حضرتك اثرتيها، يعني عندك طبعا هتبداي بيها اكيد، هتبداي بحضرتك. شوفي ايوه، شوفي اختي والله ما اكذب، الا وهو اني دائما اذا قلت شيء اكون مقتنعه فيه دائما. لازم الاخلاص بالعمل، هذا هو الاخلاص بالعمل، انك تطرحين شيء وتكوني انت مقتنعه فيه. طيب بالعكس ان شاء الله انا اتمنى الشيء هذا. طب هتعمليها ازاي؟ يعني حاطه عينك على بلد معينه، شكل معين، مواصفات يعني قولي لي بس يا استاذه سلوى. خلي هزة الحزة طب خلينا نتكلم بقى، يعني ممكن يعني بنتكلم فيها في إطار ممكن نضحك، لكن في نفس الوقت ممكن الفكرة بتاعت حضرتك دي تثير ردود أفعال يعني ممكن يكون لا قبل حضرتك بيها، يعني ردود افعال سواء على المستوى الداخلي من الكويت نفسها او سواء على مستوى منظمات حقوق الانسان واللي هتعتبر فكره الجواري والبيع والشراء واستقدام ازواج يعني فكره مخالفه للطبيعه الانسانيه والحق الانسان وكرامته. يعني قولي لي ردود الافعال اللي حضرتك بداتي تتبعيها سواء على المستويات دي او حتى على مستوى الدايره الاضيق اللي هي دايره اسره حضرتك على سبيل المثال. اوكي حبيبتي سمعيني، انا اول ما طرحت فكره الجواري طبعا فئه الرجال انبسطوا، لما طرحت فكره الرجال يعني سوري النساء يشترون رجال شو اسمه اتصلوا علي وكانوا متضايقين وقالوا انت كنت بديتي ايش ليش كذي يعني، فقلت يعني انا يعني اتيت من بهذا الكلام من القران، الجواري والعبيد لم يعني الله سبحانه وتعالى ما فضل في القران لم يفضل الرجل على المراه، بالعكس خلى من حق الرجل ان هذا يعني يتزوج الجواري ومن حق المراه كذلك. لكن شو اسمه من ناحيه تقولين حقوق الانسان، يا اختي انا قاعد اقول اسن القانون، والقانون لا نحطه ما نظلم فيه احد، ما يعني ما نستعبد احد، الا وهو انه بس انه شنو نحط له يعني حقوق له وحقوق للطرف الاخر، يعني احنا ما نبي نخسر بناتنا ولا نبي نخسر هذول اللي جايين من برا، بالعكس يعني انا يعني انظر للموضوع ان شاء الله ما راح يكون في ظلم لاي طرفين، صدقيني ما راح يكون في ظلم لاي طرفين، وانا لما سنيت للرجل الجواري اقصد يعني يكون الموضوع فيه يعني نوعيه من الحلال، لان اللي قاعد يصير الحين استغفر الله ربي ياتون في الفتيات للعمل بالدعاره، فاحنا نبي يعني نرضي الله سبحانه وتعالى وبنفس الوقت نسعد هذا الرجل الذي يمتلك من الخير ويبي يتمتع. طيب بنتكلم عن ما حلل شيء الا فيه فائده للانسان. بنتكلم عن قانون يعني اكيد محتاج شيء، بنتكلم عن مشروع او فكره قانوني، بهنا لازم نسال عن مجلس الامه، مجلس الامه الكويتي، هل حضرتك ليكي اي يعني كنت حضرتك مرشحه قبل كده لانتخابات مجلس الامه؟ تواصلتي مع اعضاء مجلس الامه النواب؟ لقيتي اي ترحيب؟ لقيتي اي اعتراض؟
والله يعني في الناس واقفين معي في لا ضدي، لكن حاليا يعني ان شاء الله يعني انا ان شاء الله بتداول الموضوع هذا مع احد النواب اللي احس انه يعني تقدرين تقولين يعني يعني انسان يعني جدا جدا ملتزم وذو مبدا ومخلص اللي هو العضو وليد الطبطبائي. يعني هذا رجل جدا سلوى المطيري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الناشطه السياسيه والاجتماعيه والمرشحه السابقه لانتخابات مجلس الامه، وفكره مثيره للجدل وعلامات استفهام كثيره جدا بخصوص دعوه لفتح مكتب للجواري وفي المقابل استقدام ازواج من الخارج. بعد الفاصل